أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم برائدة الأعمال المميزة والجميلة الأنسة دليلة. أهلا وسهلا دليلة. أهلا، السلام عليكم. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى بالبداية تعرفينا وتعرف المشاهدين المزيد عن دليلة وكيف كانت بداياتها في دولة الإمارات. دليلة في الإمارات تقريبا 16 سنة. واو، 2008. اصلا من المغرب بس عايشه طول حياتي في امريكا، بس الحين دبي بلدي، بشتغل في العقارات وكمان عندي شركه ماركتين اللي تيتشز عقارات للناس اللي ما بيشتغلوا في العقارات. يعني I have some students اللي they've never been to Dubai and they never worked in real estate، وكمان students that are in Dubai that are بيشتغلون في العقارات بس ما عندهم البوش and الرغبه عشان to keep going. So I am here to make them feel better and also help them close some more deals. ممكن تخبرينا شوي على الكلاسز اللي بتدرسيها وشو الأشياء اللي بتميزوا فيها الدروس اللي بتعطيها؟ So أنا الكلاس تقريبا على كيف أنا بشتغل. أوكي، أنا هنا 16 سنة وأول شيء كنت مع طيران الإمارات مضيفة، وبعدين اشتغلت بالبرايفت جات رويال فاميلي أبو دبي، وبعد هذا I studied psychology and yoga and then كان في وقت لا يعني ما في شغل، ثلاث سنين بدور على شغل، كل شيء كنت حسويه and all of a sudden العقارات جات في ايدي، واخذت my real estate license in Florida وكنت حرجع لأمريكا. بعدين فلوريدا جالسة قلت حبيبتي دليلة انت عايشة بدبي طول حياتك، شو راح تسوي بفلوريدا؟ فقلت خلاص اوكي حسويها بدبي. والحمد لله لما سويت العقارات هنا، وانت عارف الحين يعني ما شاء الله كل الأشخاص بيسووا عقارات، سويتها I won multiple awards. Why, how, I don't know. Perhaps يعني the honesty, the hard working, the type of investors I get. والحمد لله سويت مصاري يعني كل هالثلاث سنين اللي كنت فيها تحت وبعت ساعاتي وكل شيء، لما سويت هالمصاري وحسيت هذا الإحساس you reach a level that you make money and okay what's left، لازم تدور على شيء يخلي فيك هالرشاقة وحب الحياة. شو قلت؟ قلت you know what I love what I do، I want to teach people what I do. Okay and it's not teaching، يعني I don't give them certificate أو شيء، بس I tell them about Dubai، safety about Dubai، كيف الانفستمنت اوبورتونيتيز، دبي لاند ديبارتمنت ابديتس كل مره. وهذا الشيء في اشخاص الحمد لله من امريكا ترى يعني جاوا ذير وركينج هير، ومو ضروري مع الشركه اللي انا بشتغل، في شركات ثانيه في اشخاص من فرنسا they moved here with their family their kids and لما they message me thank you oh my god I closed my first deal like that gives me so much happiness. So I do that and then of course the happiness about my investors that الحمد لله I have trustworthy clients. ليش؟ لأنه ممكن هالكلمة كل الأشخاص بيقولوها بس ما ببيع كل شيء. ترى مو أي شيء في الماركت نزل بكلم الأشخاص ألو اشتري هنا، لا أنا if I don't believe in it I don't think مثلا ممكن أقدر أبيعها مرة تانية، ممكن أقول لك لا يعني I don't do everything. Yes, okay. I do plots, residential, sale, resale. Yes, بس مو كل البروجكت. عشان الشخص needs to study everything and if you believe in it, you can sell it. So أنا if I don't believe in it, I don't sell it. So هذا الشيء بيميزني من أشخاص تانية لأنه الحمد لله my investors are repetitive. ما عندي الشخص اللي بس بيشتري وما بسمع منه. بيشتري أبناء عمه بيشتروا the family of his wife they buy you know. So حتى one of my clients كنت أنا ال witness in her wedding imagine. So that gave me happiness. So I think هذا الشيء اللي بيميزني، وكمان إنه عشقي لدبي. دبي الحمد لله 16 سنة and I come from Orlando، يعني Orlando Disney World beautiful، بس ال opportunities السيفتي الحمد لله يعني شيوخ البلد بيخلونا احنا نحس شيوخ and this is
This is amazing. Yeah, I mean, I was jobless for 3 years. But look at me. I mean, you guys are here. I had multiple awards. And I'm sure the future is brighter. ذكرتي عندك مجموعة من الجوائز. ممكن تخبرينا شوية عنها؟ الجوائز, let's see. Okay, there was one. There was this one. It was one of my favorites, actually. This was from Beirut Top Broker. And this, لما أنا I started working for in real estate, كان كل واحد بيقول لي شو هو حلمك, what do you want to do, يعني how much do you want to make. I said I just want to be a top broker. I don't know, لأنه the commissions you can make, بس it's not كل شهر you make the same thing. اليوم you make مليون, بكرة you make ولا شيء. So بس your name and your reputation, it's very important. Okay, so لما جاني إيميل من عند بيوت that I was nominated كtop broker, وكنت بشتغل in a very small company وكذا, I was like, okay, how do I hack the system? ممكن أروح أسوي voting لحالي؟ They're like, لا, sorry, you cannot vote. I'm like, So كلمت all the marketing, please, can you vote for me? They're like, Dalila, we cannot vote. This is from them. So I won the award and that was amazing. But then I won, I believe, I won, this is 2023, the best, it's Reputation House, best in social media engagement for real estate in Dubai. So this was it. رحت المغرب وما رحت المغرب من زمان. So هالسمر رحت هناك FinTech of Morocco and Africa. They gave me the best woman in FinTech لأنه the way I teach people about investment. So الحمد لله, يعني I mean that for me is a big deal. Yeah, when I receive something for the hard work, خصوصا من شركة ما بشتغل عندها, ترى it's an outside thing. And when I receive from the people that enroll in my class a video saying thank you so much, I moved from America, like آخر last person I can even share the video, Jared طرش لي فيديو, I moved from the States, my wife just had a baby, look, I closed my first deal, like it makes me happy and that keeps me going, الحمد لله. دليلة, شو بتعتقدي أهم الأسباب أو الأشياء اللي أي حد لازم بالإمارات خصوصا دبي لما يشتغل في العقارات ياخذ بيها؟ You need to remember إنه يعني اسمك هو أهم شيء. شو هو اسمك أهم شيء؟ يعني ما تبيع أي شيء, ما تنصب على الناس, ما كون صريح. أنا في مجال سيلز, والسيلز هي مو صراحة. ترى to be the best broker you have to be the best closer, and sometimes they tell you okay sell me this pen, I can sell you the pen, بس خليك تكون أحسن. خلينا نغير شو معنى sales person اللي هم إحنا اللي في العقارات. شو هي, شوف الشخص in front of you, افهم الفاينانسز. لو ما يقدر يدفع شيء don't sell it, حط نفسك في مكانه. اوكي حتاخذ الكوميشن الحمد لله, بس شو حيصير؟ اوكي you close the guy right then لانه انت you're the top sales person, هو قال لك عندي بس 2 مليون, you upgraded him to 4 million. ترى ليش سو حط نفسك في مكان الشخص, وربي سبحانه وتعالى عمره ما يخيبك لانه الدنيا دواره, you know. So I think this is the best trade. حاليا في كتير ناس بتشكو انه في بعض البروكرز او بعض السيلز بيتعامل معاهم ما بيعطوهم معلومات كافية عن العقارات, بيخبوا بعض التفاصيل. شو بتنصحي أي حد حابب يدخل بالعقارات يشتري أو يستثمر, كيف يتجنب هاي التفاصيل؟ So هذه it's a funny thing you said this one, لأنه كالمشتري لازم تدور على البروكر الصح. والحين في مشتريين اللي بيروحوا على بروكر وبيقولوا لهم أوكي حشتري منك هذا الشيء بس رجع لي من الكوميشن. فهمتي كيف؟ يعني لو شخص اللي حيرجع لك من الكوميشن
هل تظن حيكون صريح معك وحيقول لك كل الانفورميشن؟ No, the less you pay, the less you get. So احنا هذا شغلاتنا يعني ما عندنا شهرية. ما عندنا. شو بتنصحي الناس كيف تختار البروكر الخاص فيها؟ تختار الحين سوشيال ميديا it's everywhere. بس don't see بس سوشيال ميديا see. شوفي سوشيال ميديا, شوف ال company they work for, كم الشخص عايش هنا, هل يا ما في مشكلة لو وصلت مبارح, ما في مش في ناس they're amazing. I have some people in my team قلت لك جايين من England, من أمريكا, and they're good. بس who's behind them, where is the background, فهمت كيف؟ هي مو عيب تكون جيت اليوم واشتغلت في العقارات, بس من وراك مين الشركة اللي بتشتغل معاها, مو جاي أوكي وفتحت كيف. Have the conversation, go face to face meeting, وكمان حاول تسوي شيء اسمه exclusivity. يعني لو معك شخص وقلت له أنا بدور على هالشيء and he's good, stick with that person, they will not leave you. لأنه like in English they say it takes two to tango. شو معنى it takes two to tango? It's from you and from me. It's not just the client, it's not just the broker. Both of us have to be honest. It's literally, it's a relationship. لأنه you buy from me, maybe بكرة تكلمني تقول لي listen, I have to sell it, I have to rent it. So دور على مثل العلاقات, الزواج ترى زواج فيها نفس الشيء, في ناس بس بيتزوجون بعدين بيطلقون. So relationship مع البروكر you have to pay attention. سؤال أخير, حابين نعرف من خلال خبرة داليا في إمارة دبي ومجال العقارات, مين أفضل الاستثمار على المدى الطويل والمدى القصير, العقارات الجاهزة ولا اللي تحت الإنشاء؟ هي two different comparisons, okay. العقارات الجاهزة لازم يكون عندك your cash or بتاخد finance mortgage. So الحمد لله بدبي في off plan option. So to me لو ما عندك, لو ما جاهز وعندك الفلوس كلها, off plan is amazing. So كل شيء it's different, كل product is for the right person, مو كل شيء لكل الأشخاص. So الحين off plan is amazing لأنه ما عندك pressure تبع الفلوس وتبع كل شيء, أوكي. بس لو أنت حتقول لي أنا end user, هلا الحين الإيجار غالي. So الأشخاص شو بقول لهم, شوفوا الإيجار غالي, خلينا نسوي لكم البرسنتج, خلينا ناخد mortgage على 25 سنة الحمد لله بدبي بتاخد 80% تقريبا مثل اللي بتدفع في الأجار. سو الحين عندك بيتك. The other way is if you are gonna be an investor, of course let's focus on off plan. لأنه the country الحمد لله by 2030 we're doubling the population, so you cannot go wrong in investments. We still people they say okay وصل للبرايس الغالي, حبيبي لا لسه ما وصلنا لنيويورك برايسز, الميامي, السنغافور, لهونغ كونغ, ولسه في أماكن we will build. ودبي the vision is every day there is a bigger vision, يعني you could never go wrong. داري بعد النجاح الرائع اللي حققتيه في مجال العقارات في الإمارات وفي إمارة دبي وكمان في مجال التريننج التدريب والتعليم, ما هي الخطة والرؤية المستقبلية الخاصة فيك؟ أنا ما حطلع من العقارات. So إن شاء الله الحين يعني I'm training على حسب to learn about the commercial side, يعني hotels و residential وكذا. وفي التريننج يعني my vision hopefully إن شاء الله instead of having بس now monthly 50 students أو شيء, أكون in a bigger stadium وأكون عندي contract مع DLD اللي I can give certificates to new brokers. وهالشيء I believe it will happen لأنه كل شيء عند الله سبحانه وتعالى قريب.
داليا، من خلال خبرتك كرائدة أعمال، شو بتنصحي أي حد عنده طموح يبدأ عمل خاص في مجال العقارات أو بأي مجال تاني في الإمارات؟ أنا أي شخص حاب يسوي شيء، لا تشوف شو موجود برا، شوف شو موجود جوا. شو معناها شو موجود جوا عندك؟ شو بتحب؟ شو اللي خليك حتى لو ما سويت مصاري you wake up and you're going؟ لأنه لو بتتبع المصاري حبيبي رايحين eventually the end is the end. ما في happiness، ما في contentment، ما في شيء. اللي انت جواه حاب تسويه you will succeed، عشان your energy and your aura طموحك حيوصلك ليه. Put it in your mind, move forward, you will reach. بس ما تطلع على انستغرام وتشوف وحدة برابوس جي اور بنتلي ايجار، حبيبي ايجار اوكي. ما تشوف هادو شو سووا في هالمجال، يعني يا يكون عقارات ولا يكون مدري شو، وتقول انا حب فلوسه. لا، the grass is greener not in the other side, is where you water it. Follow your dream and you will be successful. بالنهاية شو الرسالة بتحب توجهها دليلة لدولة الإمارات ولشعب وحكام دولة الإمارات؟ أنا كتير سعيدة إني بدولة الإمارات. I thank them for the safety, the opportunity, the fact إنه هنا ما في شيء باسبورك منين ولا أنت من وين ولا you're female or a male. You want to do something, you will do it. وبحس إنه شيوخ الإمارات كلهم they push us there. ليش؟ لأن one example, when the leader walks in the mall without security guards and guns, you are in the right place. ليش؟ لأنه he is doing the right thing. ولا حد is looking to harm anybody here. So this gives us the safety. This gives us the fact that we will build this country with you. We are not going anywhere. So I've been here 16 years, alhamdulillah, وبدمنا وعشقنا الإمارات. بالنهاية ممكن تخبرينا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا يتواصلوا مع دليلة؟ أنا تتواصلوا معي إنستغرام. I will put my phone number اللي أنا on my team every day we check، وكمان my personal email. وباسمي دليلة العريبي you will find YouTube, LinkedIn, Instagram and I'm here for you. شكرا كثير دليلة، ونتمنى لك المزيد من التوفيق والنجاح. شكرا لكم. Thank you for this opportunity and I'm here to support you as much as you're supporting me. Thank you. شكرا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.